فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن البركة لا تنال إلا من الله سبحانه، فما حكم ما يقوله بعض الناس للزائر: زارتنا البركة؟ أي لا يقول هكذا، لا يقول هكذا، البركة من الله جل وعلا، الزائر ما جاب بركة، الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل مثلها يقول قول تباركنا بزيارتك؟ لا، ما يجوز لفظ تبارك، ما تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما تقول تباركت يا فلان، تبارك علينا يا فلان، هذا ما يجوز. نعم.